هنروح لكرة السلة سيدات. كابتن طارق خيري والبنات بيلعبوا الدورة أو لعبوا الدورة المجمعة الأولى في دوري المرتبط، والحمد لله فزنا بيها أو فزنا بكل مبارياتنا وتصدرنا المجموعة. السنة دي إن شاء الله بينتظر هذا الفريق موسم جيد بعد ما حصدوا أو بعد ما حصدنا 5 بطولات الموسم الماضي من 5. السنة دي هيزيد عليهم بطولة أفريقيا، وإن شاء الله بنسبة كبيرة سيستضيفها النادي الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل. هتشوف طبعا مؤازرة جماهيرية كبيرة لهذا الفريق. طبعا فاز على مصر التأمين بنتيجة 99 لآخر اللقاءات، 99-64 في الجولة الأخيرة في الدورة المجمعة الأولى في دوري المرتبط الموسم اللي احنا فيه 23-24. الأهلي سيطر على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، واللي كانت لعب من أيام على صالة الشهداء في الصالة الصغيرة بأهلي الجزيرة. فريقنا بعد الماتش ده تصدرت المجموعة لأننا فزنا في الجولة الأولى نادي الأولمبي، وبعدين كسبنا الطيران. الدورة المجمعة الثانية تتلعب في اسكندرية، وده العادي دايما بيحصل كل سنة، تلعب الدورة الثانية في اسكندرية، وتحديدا بكرة بإذن الله ولحد يوم السبت اللي جاي 3 مباريات ورا بعض. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب الماتش ده، وصورنا التقرير ده مع نجمتنا والجهاز الفني. أتفرج على التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا لسه في بدايات دوري المرتبط، 4 مجاميع، كل مجموعه في 4 فرق، بنلعب 3 ماتشات من دورين. احنا الحمد لله الـ3 ماتشات يعني مش عايز اقول كانوا سهلين، بنجرب حاجات وبنفوق لعيبه وبنجهز لعيبه من يعني وهكذا. الحمد لله رب العالمين بنخرج منها، طالما بنخرج بدون اصابات مش تقيله بعيد يعني على الحاجات الغريبه الواحد بيبقى مبسوط. نتمنى نكمل كده. النهارده احسن جيم اتعمل برده فريق التامين، مختلف على الفرقتين اللي قبلهم، فرقه كامله، فرقه عندها عدد من اللعيبه عنده وفره. الولاد كانوا مركزين يعني الحمد لله رب العالمين، هم لوحدهم كمان اكتر من التعليمات ان هم كانوا مديني الجيم اهتمام من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 40، الناس مركزه وقاعده على رجليها وبتغل، ودي حاجه بسطانية. انا مبسوط النهارده انه النجوم حلو وعاملينه كمان حلو مع تغييرات كتير، اللي هو ايه بتجربي بفوتين طوال مع بعض. النهارده بادئ الجيم بميرال أربعاية، ده أول مرة ألعبها يعني، أنا بقعد أجرب تشكيلات معينة أشوف الدنيا رايحة لفين. لا بقول لك أنا طالع النهاردة الحمد لله مبسوط، أنا بتاع تيم، كل أدى النهاردة بشكل جماعي كويس، في فروق فردية بين اللعيبة وبين بعضها، بس الحمد لله رب العالمين كلها داخلة جوه الجزء الجماعي. يعني واحد مثلا حريف بيعرف يلعب 1-on-1، لما بيلاقي زميله فاضي بيديها له، ما ده دي الجماعية يعني، منها جزء فردي بس متوظف للجماعي. نفس الفرق دي هنلعبها في اسكندريه بالترتيب يعني اولمبي طيران مصر التامين. بنخلص احنا ان شاء الله هنبقى اول مجموعه، هنشوف هنقابل رابع المجموعه الثانيه من بيست اوف 3، وبعدين السيمي فاينل والفاينل وهكذا. احنا كلنا بنتعب وكلنا بنشتغل اداره ونشاط رياضي واحنا كاجهزه ولاعيبه علشان نبسط الجمهور، ده دايما ودي حقيقه من واحنا بنلعب. الواحد لما بيمشي لو لا قدر الله في اخفاق بتمشي زعلانه علشان الناس بتبقى زعلانه يعني، دي اكتر حاجه. فاحنا بنحبهم وبنحب نبقى مبسوطين، وانا سعيد ان بقى في مع فرق السيدات السله في بقى في تناغم وبقى في ثقه وبقى في حاجه كويسه. بنشكرهم كمان على دعمهم دايما حتى على السوشيال ميديا، والحمد لله. انا طبعا عايزه ابارك لفرقتي، الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نكسب فرق سكور كبير، كسبنا 3 ماتشات، والماتش النهارده كان ماتش طبعا فريق التامين، فريق محترم جدا، فريق بيلعب تاف ديفنس، وكابتن طارق كان قال لنا كل واحده تخلي بالها من نفسها. يمكن برضو كان في شويه اعتراض عشان بس الناس ما يحصلش اصابات او حاجه، والحمد لله قدرنا ان احنا من الكوارتر الاولاني نثبت نفسنا ونثبت ان احنا لا قادرين ان احنا نكسب فرق سكور كبير. الحمد لله ده اللي حصل في الاخر، بدنا نكسب فرق 40 بوينتس. انا دايما بحب ان الباصه تبقى طالعه شكلها شيك، بحس ان اللعب دايما لما بيبقى فيه يعني زي لمحه كده حلوه انها باصه شيك داخله شيك باص لحد تاني بطريقه حلوه، دي بتعجب الجمهور، فانا ده بصراحه اللي انا بحبه يعني. عايزه اقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله بنوعدكم السنه دي بكل البطولات، مستنيينكم تشجعونا في الفاينلز، وعايزه اقول يعني شكرا لجمهور النادي الاهلي انه كان معانا السنه اللي فاتت كلها، ومستنيينكم السنه دي وان شاء الله كل البطولات السنه دي في النادي الاهلي. اكيد تركيز، واكيد يعني فريق عارف قدره وعارف هو بيمثل ايه جمهور النادي الاهلي، والجميل انه الفريق ده يعني على قدر النجوم اللي فيه زي ما سمعنا من كابتن طارق خيري، على قدر ما هم في ترابط وفي حب، ودايما بيكون صعب على المدرب
لما بيكون في مجموعه من نجوم كبيره في الفرقه انه يقودها، دي بتبقى صعبه دايما. يعني لما بيبقى فرقه فيها نجمين ثلاثه بتبقى الدنيا اسهل، انما النهارده انت عندك فريق سيدات لكره السله كله حتى اللي طالعين من تحت نجوم نجمات طبعا. فالنهارده انت عندك يعني بتبقى معضله، ولكن مع كابتن طارق خيري مع البنات الحقيقه الدنيا كويسه وفي انكار ذات وفي شغل. فان شاء الله اتمنى ليهم الفوز، ونتمنى كمان الفوز ببطوله افريقيا، وهيبقى كابتن طارق خيري اول مدير فني في التاريخ لو ربنا كرمه ان شاء الله في البطوله دي، بطوله افريقيا لرجال السيدات، هيبقى اول مدير فني في التاريخ يحصل عليها كمدير فني رجال وكمدير فني سيدات. هتبقى دي حاجه اتكتبت باسم كابتن طارق خيري وصعبه جدا، يعني انا ما افتكرش ولا اظن ان ده حصل، ولا يعني 100% كلامي ثقه لانه انا ما شفتهاش حصلت. فنتمنى له ان شاء الله ان يفوز بيها، لانه يستحق اخلاص وعطاء للنادي الاهلي كبير لكابتن طارق خيري.